بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم آمين. اللهم في كل وقت وحين. ما زلنا في رحلتنا مع الإمام المبجل، الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، صاحب الجامع الصحيح، وهو المشهور بصحيح الإمام البخاري. وقبل ما نعيش مع منهج الإمام البخاري في الجامع الصحيح ونشوف شروط الإمام البخاري في قبول الأخبار، في قبول الأحاديث أو رد هذه الأحاديث، أحب أن أنا أقف مع حضراتكم على قصة الباعث في تأليف الجامع الصحيح، لأنه كان هناك قصة كانت سبب في أنه شرع الإمام البخاري في تأليف الجامع الصحيح. هو نفسه بيرويها وبيقول رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري: كنا عند إسحاق ابن راهويه. يعني سيدنا الإمام البخاري كان عند إسحاق ابن راهويه، وده روى عنه الإمام البخاري. مين هو إسحاق ابن راهويه؟ ده يعني كان من أئمة أهل العلم، وارتقى الإمام يعني إسحاق ابن راهويه منزلة عالية جدا بين علماء الحديث، وساد في المشرق وفي المغرب في العلم وفي الحفظ، وكان ممن تتلمذ عليه وروى عنه كان الإمام البخاري. فذكر الإمام البخاري إن هم كانوا عند إسحاق بن راهويه في مجلسه، فقال إسحاق بن راهويه لهم اللي بياخدوا منه العلم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم أتمنى لو تقوموا بهذا الجهد العلمي، أن أنتوا تقوموا بجمع كتاب مختصر لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري كان موجود في هذا المجلس، فقال: فوقع ذلك في قلبي. الجملة اللي قالها دي يعني وجدت من آثارها الطيبة في قلبي، وشيء كده خلاني عزمت أنه أنول هذا الشرف. فبيقول: فأخذت في جمعي الجامع الصحيح. ده بيدل على أشياء كتيرة، من أهمها بيدل على الرعاية الربانية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ربنا قيد للسنة علماء أجلاء شرفهم المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحديث الشريف. وبرضو ده واضح مما يعني ألهم به إسحاق بن راهويه، أن يقول الكلام ده في مجلسه، يقول للطلبة بتوعه للي بيروا عنه: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باين كمان من الرعاية الربانية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حتى لما يقول إسحاق بن راهويه ذلك، يتقع يعني وقوع الكلمة دي وتأثيرها في قلب الإمام البخاري، وإنه يتلقى هذه الكلمة بهمة. وقد كان ما وقر في قلب الإمام البخاري من الواردات والإلهامات الربانية والفتوحات الإلهية، وده يعني بيسميه أهل العلم من رعاية التوفيق التي يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، لأنه أخذت هذه الكلمة يعني في قلب، أو أخذت هذه الكلمة من الإمام البخاري مأخذها، وبعثت في قلب الإمام البخاري شرارة كده البدء للعمل على تأليف هذا الكتاب، اللي أسماه كما ذكر ابن الصلاح والإمام النووي عليهم الرحمة والرضوان في اسمه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طيب العنوان الطويل ده يعني ماذا يعني به الإمام البخاري؟ الجامع نسمى صحيح البخاري، هو مشتهر بين الناس بصحيح البخاري، واسمه الذي أراد الإمام البخاري أول كلمة فيه الجامع. الجامع لأنه الإمام البخاري جمعه من خلال رحلاته الكثيرة، من سماعاته ممن أخذ عنهم الحديث الشريف من أشياخه،
وهو أول كتاب طبعا جمع الحديث الصحيح الجامع المسند. المسند لأنه مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رواية الأحاديث اللي فيه روايتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة السند. يعني البخاري بيقول أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى فلان، فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الجامع المسند الصحيح. الصحيح لأنه اشترط ألا يضع فيه، في كتابه يعني الصحيح البخاري، اشترط ألا يضع فيه إلا الخبر الصحيح، أي ليس منه شيء ضعيف عند الإمام البخاري في صحيح المختصر. لأنه طبعا الإمام البخاري انتقى مجموع هذه الأحاديث اللي هو أوردها في كتابه الصحيح من مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث، أكبر بكتير من العدد اللي هو أخرجه في صحيحه. يعني هو زي ما هو نفسه قال انتقى المجموعة دي وفق الشروط اللي حطها من حوالي 600,000 حديث فاختصرها، فصار هو الجامع. ده اسم كتاب صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إيه سنن الرسول؟ سنن هنا بمعناها العام مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السنن اللي هي بتحمل لينا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة في كل أموره كلها، وكل أموره حسنة صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أيامه لأنه فيه شيء من ذكر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في الغزوات وفي القتال، في العبادات، في الأعراف، في الأعياد، في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. فصصنا كده شوية اسم الصحيح أو الاسم الذي وضعه الإمام البخاري لصحيحه، لأنه الاسم ده مفتاح الدخول إلى فهم هذا الجامع الصحيح. وأغلب اللي بينقضوا على صحيح الإمام البخاري إذا سألته على اسم الكتاب مش عارف اسمه. ليه؟ هو عارف بس أن اسمه صحيح الإمام البخاري فقط، لكن عارف الاسم الخاص بالصحيح ما يعرفش. والاسم ده مفتاح تفهم بيه منهج الرجل في كتابه في صحيحه. الكتاب ده اللي ظل الإمام البخاري يألف فيه مدة من الزمن، أخذ في تصنيف هذا الكتاب 16 سنة، انتقى أحاديث الصحيح وفق شروطه التي وضعها من حوالي زي ما قلنا ما يزيد كمان عن 600,000 حديث. سيدنا الإمام البخاري جمع كل هذه الأحاديث وبعدين شاف شروط علماء الحديث وزاد عليها من شروطه رضي الله عنه، ونظم أو انتقى الأحاديث من جملة ما جمع الإمام البخاري وحطهم وبين المنهج بتاعه في كتابه الصحيح. واللي باين جدا من عنوان الصحيح، واللي حبيت ندي بس كده يعني كلمة بسيطة في شرح هذا العنوان الخاص بالجامع الصحيح. الحقيقة إنه بيقول الإمام البخاري نفسه في مسألة انتقاءاته للحديث وفق شروطه، فبيقول إنه لقد خرجت كتابي الصحيح هذا من زهاء 600,000 حديث، وما وضعت فيه حديثا إلا واغتسلت وصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى. شوف شدة الإخلاص وشدة التحري وشدة شعوره بأنه ينقل حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولأنه في خطر عظيم لابد أن يكون الانتقاء وفق منهج دقيق.
فلذلك كان بيقول بيوري وبيعرفنا المنهج ده مش كله الصحيح، ده أنا اخترت وفق الشروط بتاعتي اللي قدر إنه يقوم بيه يطلعهم من هذه المجموعة من 600,000 حديث وفق شروطه ومع اعتبار شروط علماء الحديث أيضا في وصفهم للحديث الصحيح. انتخبت المجموعة دي من زهاء 600,000 حديث، وما فيش حديث جاي أكتبه أو أستفتح أني أكتبه وأضعه في الصحيح إلا ويقوم الإمام البخاري خصيصا ليتوضأ ثم يصلي لله ركعتين قبل أن يكتب الحديث. والحقيقة كتب الله تعالى للجامع الصحيح شهرة وذيوع بين أهل العلم جميعا، يعني اهتم العلماء بالجامع الصحيح واهتم به كمان طلاب العلم في مختلف البلدان، حتى ذكر الإمام العيني في ذلك قال لم يحظ كتاب من كتب الحديث بتناول العلماء، يعني بتناول علماء فن الحديث وإنه انصب كثير من أهل العلم ليضعوا شروحا لصحيح الإمام البخاري زي كتابه، يحطوا شروح وإيضاحات سواء ده من المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم، كل دول عكفوا على الجامع الصحيح للإمام البخاري لدراسته ولشرحه ولإيضاحه، لأنه وده على حد سواء متقدمين ومتأخرين، يعني لم يحظ كتاب يعني بهذا الاهتمام كما حظي كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح. وحنشوف ليه كمان، لأن المسألة مش بس إنه المادة إنها في الحديث الشريف، لا، فقه الإمام البخاري وتبويب الإمام البخاري، يضع عناوين لكل حديث فيها فقه وفيها فهم، لأنه هو المحدث الفقيه رحم الله تعالى الإمام البخاري، الإمام المحدث الفقيه المخلص محمد ابن إسماعيل البخاري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع وبجميع مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة. ناخد من معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة نهى. أيوة تفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذه نهى، اهلا بيك. لو سمحتي كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا ست، كل مع حضرتك. انا بنت خالتي اتوفت امبارح، اول امبارح. البقاء لله تعالى، وربنا يصبركم. يا رب اللهم امين يا رب. هي كانت عندها 29 سنه وكانت حامل في توبة. لا اله الا الله. وبعدين هي كانت اخذت فلوس من حد يعني ايه بطريقه مش سليمه، قالت له ان هي هتشغلها
ويعني حد قريب هيشغلها له وهياخد فلوسه كده. بس هي كانت بتاخد الفلوس دي بتلعب لعبة على النت، تمام، واحنا ما كناش نعرف اي حاجة خالص عن الموضوع ده. كان مبلغ 400,000 جنيه، يا خبر. 480. وبعدين الراجل ده كان مش من البلد عندنا، وحاول يوصل لأهلها وعرفهم كل حاجة وحصلت مشكلة كبيرة. وبعدين وهو مش مطلوبها، واخد اي ضمانات بال لا لا لا، هو كان بس بيعمل تحويل، بيعمل لها تحويل وخلاص عن طريق البنك وكده. طب ما التحويل ده دليل انه بيبعت يعني. ايوه، فهو لما جه قعد مع اهلها وحصلت مشكلة كبيرة، فاهلها قالوا هيمدوا له على شيكات لان والدها مش مقتدر خالص، يعني حالته المادية ما تسمحش خالص. فهي الراجل خلاها هي اللي تمضي على الشيكات عشان لو والدها توفى يعني كده حقه هيضيع. هو قال هي بس خلى مين يمضي يا نهى؟ اللي هي بنت خالتي اللي توفت. بس هي اللي واخده الفلوس بنت خالتك. ايوه هي اللي واخداها، بس هو كان والدها كان عاوز هو اللي يعني هو والدها اللي هيسيب، لان جوزها ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص، جوزها مسافر. لكن والدها على درايه بالموضوع. لا ما عرفش غير لما الراجل جه ودور عليها ووصل لاهلها وحكى لهم، ما كانش حد يعرف خالص خالص. طب هي منين تعرفه ومنين جابته برضو من يعني؟ على النت يعني، انه ده اتعرفت على، انه ده يحول لها المبلغ ده. اتعرفت عليه وعلى زوجته على النت. وبعدين قالت له انا قريبي قالت شخص كبير في البلد وبيشغل فلوس ومكسب وكده، ف بطريقه يعني. يعني هي اللي احتالت عليه، معلش خلينا، انا اي اسفه في الكلمه، هي احتالت عليه، لانه اي ما حدش يعني حد يسلف حد على النت عن طريق النت اي انه هي طريقه 400,000 جنيه. غير سليمه يعني. اي بس هي يعني ما حدش وده خالص والله كان نعرف حاجه عن الموضوع ده انا نهائي فاهمه، نهائي. انا فاهمه. وبعدين دلوقتي والدتها هي اللي هتمضي ولا الوالد؟ والدها والدها اللي هيمضي على لما هم عملوا القعده دي قبل من 3 شهور، والدها كان هيمضي. الراجل صاحب الفلوس قال لا هي اللي تمضي، لان والدها راجل كبير، لو اتوفى انا حقي هيضيع. الست الوالده يعني. لا على البنت اللي اخذت الفلوس. خلاص هي توفيت والموضوع انتهى. لا نتكلم. كانت لسه ما توفتش، الموضوع ده كانت لسه ما طيب ما توفتش. انا سألت حضرتك، هم كانوا على درايه، قلتي هو الاول ما كانش على درايه، يبقى هو بعد كده دور، واثناء ما هي لسه على قيد الحياه ايوه، هو وصل دور عليهم لوالدها ووالدها مضى يمضي على الورق. بس هو صاحب الفلوس ما رضاش ان والدها اللي يمضي، طلب ان هي اللي تمضي على الشيكات. تمام. وبعد كده هي توفيت. هي الكلام ده من 3 شهور، هي توفت لان اهلها كانوا يعني والدها كان بيضربها في الاول قبل ما تحصل حمل، وكانوا مخاصمينها ومعاملين معامله وحشه جدا، فهي كانت نفسيتها تعبت 3 شهور الحمل. وبعدين هي توفت. طيب السؤال ايه يا نهى عشان ما هي توهش ماضيه بس. دلوقتي شيكات وهي عليها دين، وهي توفت ووالدها اصلا مش مقتدر ان هو يسد حاجه، يعني ظروفه ما تسمحش جدا يعني خالص. فهي ربنا هيحاسبها على اللي عملته، وان هي الطريقه الغير مباشره يعني الطريقه اللي هي فاهمه شويه عن الراجل. هي يعني الدين بتاعها ده لما جت تدفن والدها قال مفيش انا حد متكفل بكل ديونها. يعني مفيش حد من العيلة مقتدر يقدر يساعد؟ هو في عمامها كتير مقتدرين بس هم مش راضيين، هم بعيدوا عنهم خالص ومش راضيين يعملوا اي حاجه خالص، تمام. وهم مقتدرين جدا يعني. طيب يا أستاذة أنا فهي شكرا، دلوقتي اتوفت والدين ده أنا هي فاهمة. تتحاسب عليه. شكرا شكرا يا أستاذة أنا. حاضر، معانا الأستاذة عزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. معلش والله يا دكتورة أنا هسألك سؤال، بس بالله عليك تجاوبيني. اتفضلي يا فندم. ما كل مرة تقولي لي ميعاد البرنامج خلص. لا قولي لي ايه السؤال وخليكي معانا. دلوقتي أنا كان ليا أخت أصغر مننا وتقدم لا لها اصل واحد. لا معلش يا استاذ عز، حضرتك بتقولي اصل ميعاد البرنامج خلص، يعني حضرتك سالتيني وانا قلت لك ميعاد البرنامج خلص ازاي ده؟ وقلت لي هنجاوبك بعد كده يوم الاربعاء بنلم اكيد الاسئله اكيد دي. اكيد جاوبنا وحضرتك ممكن والله يكون ابدا فاتك. ما قعدت طب ذكريني صدرت. بالسؤال. كان انا ابويا كان ميت وكان مرنوه في المستشفى، وقلت لك لحضرتك انا عايز اعيره، وقلت لك احنا رميناه موته وحشه واتفقنا نوديه مستشفى حلوه بالرغم اللي كان معانا الفلوس لا نوديه لا حته احلى. لا جاوبناكي، قلت ان لي انتوا ان هوني على ما كانش نفسك، معاه. لا جاوبناكي قلت جاوبناكي. لي هوني على نفسك ايوه وادعيله وخلاص انتوا هو مات. اجتهدتوا، وقلت لك انتوا اجتهدتوا على قدر الطاقه بتاعتكم. انا النهارده معايا 50، تكلفة العيان اللي معايا 1,000,000، هعمل ايه؟ بجتهد في حدود وفي طاقة المتاح بالنسبة لي، صح؟
وقلت لك كنتوا اجتهدتوا قدر طاقتكم. جاوبناك يا ست عزة، داخلة كده زعلانة مننا وبتلومينا في لا غير والله يا دكتورة حق. أنا بحبك والله وعمري ما أزعل منك. لا يعني أنا باخد لا أسئلتكو دي يعني أمانة، وأي لا أمانة حتى والله لا، ده أنا أدعيتكم. كل يوم حضرتك بقعد أستنى كده في برنامج أتفرج عليه، ربنا حتى لو يبارك ما في عرفتش عمرك. هتوصل مش لحضرتك. أنتوا اجتهدتوا ساعتها بقدر المتاح ليكوا، ولا أنتوا أهملتوا؟ وده ده بس هو الكلام فعلا يا قلته. دكتورة يعني هو الشيء كل شيء نصيب زي ما بيقولوا، ولا ايوه وش ايوه بس الإنسان مسير ولا انتوا مسير. اجتهدتوا. لا احنا نعم الانسان مخير ومسير، في امور هو مخير فيها وفي امور تصاريف الاقدار حواليه هو مسير فيها، لكن رد فعله على الاقدار بايديه مش بايدين حد تاني. فانت دلوقتي، انا ساعتها لما اتكلمنا مع حضرتك اتكلمنا في فكره احنا بذلنا ما في وسعنا ولا احنا قصرنا، قلتي لا احنا ما قصرناش، صح ولا؟ يبقى انا فاكره السؤال، انتوا بذلتوا جهدكم على قدر المتاح بالنسبه لكم، وبعدين انت بتقولي احنا انتوا حطيتوه اهملتوه ولا اعتنيتوا بيه؟ لا والله ربنا اللي انا اعتنيتوا بيه والله قدر قدر يا الطاقه، يعني انا قدر الطاقه بتاعتي اجتهدت ان اداوي المريض اللي معايا في حدود طاقتي الجسديه، سعي الانسان وطاقتي وملاءتي الماليه سواء انا ضعيف ماليا او قوي ماليا، اجتهدت مع المريض قدر طاقتي وحدث شيء، كلها امور واقدار، انا بسعى وبهتم وببذل كل الجهد وانا راضي بقضاء الله وقدره. صح يا استاذ عزة، هو طبعا انت معايا ماشي على يا الخط دكتورة اهو والله. عشان ما تزعليش. هل في نقطة لا تانية أنا ما حابة زعلتش تنبه؟ منك أبدا والله لا. دكتورة، ربنا اللي يعلم وانتوا محبتك قلبي كمان قد إيه. يعني محبتكم، يعني الواحد بيتنفسها، هي النفس الجميل اللي الواحد يعني بيروق له انه يتنفسها، طب والحياة ماشي يا دكتورة الحقيقية والله، أنا مع أسألك كمان سؤال. دعواتكم الجميلة. فأنا عايزاكي لو في نقطة تانية حابة تسألي فيها قوليلي، اتفضلي. ماشي، أنا دلوقتي ليا أخت أصغر مني اتجوزت جوازة، يعني ما كانتش لا راضية بيها و... السؤال الأولاني ده فيه نقاط تانية لا ولا خلاص. خلاص؟ طيب ليا أختي بقى أصغر مني متجوزة، وإيه وكده ما كانتش راضية بالعريس واتجوزته وخلاص ونطيت، بقى لها دلوقتي 17 سنة. يعني هو كان 17 كويس وبيش 17 سنة معاه. متجوز، هو كان كويس وشغال مع ابوه كده، ورجع فض الشركه مع ابوه، وبقى دلوقتي ماشي الطريق بيشرب ومبهدلها وعامل يتحقني مكانها، جابت منه بنوته واحده بس. يعني امي دلوقتي مش عايزاها تغضب، يعني هو منكد عليها طب يعني هو وطرف منكد ذهبها ع... على يعني هو الشغل. منكد عليها يا أستاذ عزة وراح تعمل حقن مجهري؟ ما احنا ما الحقن المجهري نعرفش ده اللي بقاله بينهم. 15 سنه وما جنتها كبرت. ايوه بس احنا ما نعرفش اللي بينهم برضو، هي الستات انت عارفة بتغضب بسرعة واي حاجة بتزعلها فتجري، المشكلة الصغيرة بالنسبة مش لكل احنا السيدات، دلوقتي بعض مشكلة يا السيدات. دكتورة والله في الشرب، الشرب مبدين موديه في داهية الشرب، كده. هي عملت الحقن المجهري اثناء ما هو بيتعاطى؟ لا 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 خالص، يعني هو الشرب ده امر مستجد عليه ده مستجد بعد ما صاب ابوه بقى في الشغل وهي وكل عايزة واحد. تتطلق يعني؟ هي دلوقتي عايزة تتطلق، ولما ابويا توفى ولا اخواتي راضيين يقفوا جنبها ولا امي راضية تقف جنبها. طيب يا ست عزة، واحنا بصراحة ربنا مش عارفين نعمل ايه، يعني طيب احنا حاضر البنات متعاطفين معاها بصراحة. أكيد. ماشي يا أستاذ عزة، شكرا جزيلا لحضرتك. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. كانت في نهى بتسال لبنت خالتها اللي يعني عملت زي احتالت كده على حد وخدت مبلغ، وانها قالت له هشغله ومش هشغله وبتاع، وهي كانت حامل وهي عندها 29 سنه وتحامل في توأم وتوفيت اول امس، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لها ويرحمها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم امين يا رب العالمين. فبتقول دلوقتي الوالد والدها ووالدتها مش ما عندهمش القدره على السداد، ليها في قرايبها ناس عندهم القدره، فهل هي ستؤاخذ او تقسم على هذا الدين؟ طبعا نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يتجاوز عن هذه المتوفاه ويسامحها، لكن نبقى عارفين خطوره حقوق الغير، حقوق الخلق دي من أخطر الأمور اللي الناس للأسف كثير من الناس بيتهاون فيها. الدين لا يسقط إلا بالوفاء، إن أنا أرجع الحاجة اللي خدتها، وبالذات كمان إنها
أساسها مش دين كده، دي أساسها أنها احتالت عليه بغرض استثمار المال، ولم يكن استثمارا ولم يكن ذلك تجارة، إنما يحتالت تاخده أو عملت حيلة وخدت الفلوس. فلا بد من القيام بالوفاء بالسداد، أو إن احنا نطلب من صاحب الدين إنه يسامحها ويسقط حقه في ذلك، وإن هم يعني قدر طاقتهم إذا استطاعوا إن هم يسددوا يسددوا، لكن احنا طبعا ننصح بالسداد عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، وإن احنا نطلب نقول له احنا هنجتهد ونحاول إنه نسدد قدر طاقتنا، وفي نفس الوقت نطلب المسامحة من صاحب الدين. المسألة دي خطيرة، ومواقف بنمر بيها في حياتنا مثل هذه، السعيد من اتعظ بغيره كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان ما يحطش نفسه في مواضع أنه بيحمل أمانات ويبقاش هو عنده القدرة على السداد، أو أنه يحتال على الناس تحت أي دعوة أو تحت أي عذر أو تحت أي سبب. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ربنا يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها يا رب، وينقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويعين أقاربها وأوليائها على سداد هذا المبلغ. اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذة وفية بتقول الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فبتقول أنا لو هاخد أجر 100 حسنة على ذلك، لو أنا كررت باخد المضاعفات. نعم، أي ذكر وارد فيه من الذكر بالعد في ثواب معين على قراءته بعدد معين، أنا كل ما حزيد كل ما يزيد الذكر. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. مثلا سبحان الله وبحمده، ممكن تاخدي برضو خليكي في هذه الأنماط. الذكر بالعد بيبقى الإنسان ساعات أحوال نفسه عايز يكرر أعداد، لا مانع، وده ليه أجره. وفي برضو عشان شايفاكي عايزة تجري صح في هذا الجانب، في سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. شوفي عدد خلق الله بقى من الأولين لآخرين قد إيه دول، عدد خلقه ورضا نفسه جل جلاله، وزنة عرشه ومداد كلماته، وكلمات الله ملهاش نهاية، فمداد كلمات الله كذلك. فده من بنسميه من الذكر المضاعف، وده من أعظم وهو أعظم أجرا من يعني من الذكر اللي انت بتقوليه بالعد، لأنه بيبقى فيه أعداد كبيرة جدا، وبالتالي بيكون ثواب هناك ثواب أكبر، لهذا بيكون أفضل منه الذكر اللي فيه مضاعفة هكذا. إذا أنت مثلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، طب أنا ما صليتش صلاة واحدة، أنا صليت 100 صلاة، هيبقى مع كل صلاة أنا بصليها على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأخذ وبحصل على 10 صلوات من الله سبحانه وتعالى، وهي مدد الله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نجتهد إن إحنا بنصلي بنذكر بالأعداد لا مانع، وبالصيغ اللي فيها مضاعفة عشان يتقل ميزان الحسنات يا صاحبة السؤال. وبرضو الإنسان يجتهد أنه يفهم الذكر قدر طاقته، وأنه يسبح التسبيحات ومستشعرها بقلبه ولسانه، فالإنسان يردد سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى نهاية ما قلنا، وإن أنا أحاول أجتهد أفهم معنى التسبيحات والأذكار، عشان ده برضو يبقى الإنسان بيدور في نفسه أو تدور في نفسه هذه الأنوار. طيب حضرتك بتتكلمي على قراءة القرآن ووهب الثواب، إحنا قلنا قبل كده تهبي لمن تشائين والأجر يصل للجميع بإذن الله تعالى الكريم. فأنا أقرأ القرآن وبعدين اللهم هب في ختام القراءة زي ما السادة الشافعية علمون، أقول صدق الله العظيم، وبعد كده وبلغ رسوله الكريم إلى نهاية كلامنا، وندعو ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، ونسأل الله بحق اللي أنا قرأته مثل أن يهب مثل ثواب ما قرأت إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أو لأقاربي من كذا، أو لأهلي وأهل زوجي أو أهل قرابة، اللي أنت عايزاه توهبي له الثواب، وإن شاء الله حاصل القبول، إن شاء الله حاصل القبول، ولك أجر وثواب على ذلك. ده
إذا بندعي بس اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لي على كل نفس من دول أجر وثواب، فما بالي بقى كمان إن أنا بزيد فوق ذلك إن أنا بدعو لهم بعد ختمي للقرآن الكريم. أول وهب، مش شرط بقرأ جزء من القرآن، سورة من القرآن وأوهب ثواب. الأستاذة عزة بالنسبة لسؤالها الثاني الخاص بأختها اللي هي متزوجة من زوج هو ما كانتش موافقة عليه من الأول، و17 سنة هي معاه، ولكن بعد كده بدأ يعملها وحش وبدأ يتعاطى، هي متضررة من البقاء معه، أمها وإخواتها الذكور مانعين مسألة الطلاق. هي لو تضررت تضرر شديد، الضرر مرفوع في شرعنا زي ما حضراتكم تعلمون، ولو شاءت إن هي تصبر وتأخذ بيده يكون لها ثوابا عظيم. يعني القرار ده خاص بيها هي، احنا ما علينا ان احنا ننصح، بس انا بيلفت نظري ان بيبقوا قاعد يعني قاعده معاه مده 17 سنه، دي مده، وهو اكيد برضو لو كان الوضع صعب جدا ما كانتش تحملت كل هذه المده. اما وهو مؤخرا لجأ لده، ما تحاول تاخد بايديه، تاخد بايديه وتجتهد قدر طاقتها وربنا ييسر بعد كده. اذا كانت هي لا تطيق او المساله بقى فيها شيء من الصعوبه عليها فلها ان تختار يا صاحبه السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يكرمها، وما فيش مانع برضو إن احنا نوسط العقلاء لأجل الإصلاح والحل، لأنه لما بيدخل الناس أهل الحكمة وأهل العقل واللي كلمتهم ممكن تكون مسموعة، سواء بالذات عند الزوج، لأنه في مرحلة التعاطي أنا مش عارفة أي نوع من أنواع التعاطي والدرجة اللي وصل إليها، وأنت بتقولي مؤخرا، فيبقى حد يشترك من عيلته أو أنتوا كمان تقفوا معاها بحيث إن احنا ناخد بإيدين هذا الزوج إلى بر الأمان يا وفية، قبل ما نشجعها على مسألة الطلاق أو خلافه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توفق وتلهم الخير. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا
سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.